Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm tallabna. اليوم راح ناخذ موضوع الليبيدز اللي هو الموضوع الآخر بالمايكرونيوتريانس. أخذنا البروتين بالأسبوع السابق، هذا الأسبوع ناخذ الفات الليبيدز والتايبس اوف ليبيدز اللي هي أهم أشكالها، التريجليسرايدز اللي يمثل لنا الماجوريتي اوف ليبيدز ان فود ان اور بودي، الفوسفور ليبيدز وأهميته بالسيل ممبرين، والستيرولز اللي أيضا مهم باستخدامه يعني بالكوليسترول، بالهرمونز استروجين ومجاميعها. فبالنسبة للترايجليسرايز هو اللي بريدومينانت فورم اوف فات ان فود اند ميجر ستورج فورم، يعني الستورج اوف ليبيد بالاديبوز تيشيو بشكل الترايجليسرايد. ستراكشر اوف ذا ترايجليسرايدز، الليبيدز ممكن ايضا اكو مونوغليسرايد ودايغليسرايد وترايغليسرايد. الشكل مالت الليبيد يتكون من وان ستيرول، من وان جليسرول، اند حسب نوع اذا ترايغليسرايد 3 فاتي اسيد باتصال مع الجليسرول، اذا دايغليسرايد 2 فاتي اسيد with one glycerol. فاذا على مجموعة الفاتي اسيد تراي او داي او مونو. الفاتي اسيد كتعريف هو organic acid that has an acid group at one end and methyl group at the other end، ويتكون من مجموعة من الكربونز باتصال فيما بينها. ممكن يتكون من يعني أصغر شيء من 2 كربون وإلى عدد كبير من الـ أو long chain of fatty acid. هذا هسه شكل الترايجليسرايد. هذه الجليسرول يونت وهذه 3 فاتي اسيد. زين، فال 3 فاتي اسيد طبعا يعني هو ترايجليسرايد، لكن ممكن انه يعني تكون مختلفه بحسب اختلاف الفاتي اسيد المتصله به، وحسب هل هو لونج تشين او شورت تشين او ميديوم تشين الاتصال اللي به. وايضا نشوف انه هذه الفاتي اسيد ما بيها دبل بوند، نشوف انه هذه الخط المتوازي ترمزنا الى اتصال بين one carbon and another carbon، زين، بآسرة تساهمية بدبل بوند. فاذا موجودة one double bond بالفاتي اسيد هذا نسميه مونو ساتوريتد فاتي اسيد. زين، واذا اكثر من دبل بوند وحده نسميها مالتي ساتوريتد فاتي اسيد. فهذا التركيب جلسيرول زائد 3 فاتي اسيد يمثل لنا التريجليسرايد ويطرح لنا H2O. مثل ما قلت لكم انه الفاتي اسيد بالحسب التشين اوف كاربونز مختلفه باللينث مالتها. فحقيقه يعني اكو تقسيم انه 2 to 6 كاربونز يمثلنا شورت تشين، 7 to 12 ميديوم تشين، اند مور ذان 12 يعتبر لونج تشين فاتي اسيد. واضافه
إضافة لللينكث اختلاف الفاتي أسيدز، أيضا اختلافها يكمن بالساتشويشن، مثل ما قلنا أنه إذا كان كل ال يعني يعني كأنما أنه كل كربون يحتاج إلى 4 عواصر حتى تمتلئ، فوحدة للكربون وثلاثة أو اثنين إذا كربون مع كربون الاتصال، فاثنين مع الكربون واثنين مع الهيدروجين. إذا وحدة منهن ما موجودة راح يضطر أنه يسوي العصر التساهم ويصير هذا الدبل بوند. فعدم فوجود العصر التساهمية هذا يمثل الانساتشوريشن. زين، هذا ساتشوريتد فاتي اسيد اللي هي لونج تشين تعتبر، هذا يسموه الستيريك اسيد، واحد من متكون من 18 كربون، قلنا احنا الاكثر من 12 اعتبر لونج تشين فاتي اسيد، وساتشوريتد ماكو دبل بوند. تكلمت لكم على انه حسب الساتشوريشن، اذا 1 كربون 2 كربون دبل بوند موجوده اعتبر مونو ساتشوريتد فاتي اسيد، واذا مور ذان 1 المونو ساتشوريتد وين موجود عندنا بيا انواع الفات، موجود بال اكو يعني اويل يستخرجوه من نبات الكانولا، واكو الاوليف اويل، كانولا اويل واوليف اويل. البولي ان ساتشوريتد فات غالبية هذا الدهن اللي او الزيت اللي موجود بالاسواق غالبيته هو من نوع البولي ان ساتشوريتد فاتي اسيد، containing high percentage of fatty acid with more than one، حتى التو راح نسميها من ضمن البولي ان ساتشوريتد فاتي اسيد، منها زيت عباد الشمس وزيت الذرة والساف فلور، ممكن نسميه انه نبات الاصفر، سويا بين، صن فلور اويل، اند فيش. الان ساتشوريتد بمقارنة بالساتشوريتد فاتي اسيد، الان ساتشوريتد راح يكون ليكويد ات روم تمبرتشر، بينما الساتشوريتد فاتي اسيد اللي هي عادة الدهون الحيوانية وبعض الدهون النباتية مثل الصويا بين راح يكون يعني سوليد ات روم تمبرتشر. هذه أمثلة للانساتشوريتد فاتي اسيد. هذا الاويليك اسيد ايضا 18 كربون بمقارنة مع الستيريك اسيد، واللينوليك اسيد. اللينوليك اسيد هذا يعني نسميه الاوميجا 6، واحد من الاسينشال فاتي اسيد. زين زين، بالتسمية هذا ليش بعدين راح اسميه يعني وجوده بالترايجليسرايد راح اسميه اوميجا 6. زين شلون اسميه؟ احنا مثل ما قلنا اكو اسيد جروب زين واكو ميثايل جروب، يعني او اسيد اند وميثايل اند، فنبدا بالتعداد من الميثايل اند زين، ونحسب الكربون 1 2 3 4 5 6، فوين الدبل بوند؟ اول دبل بوند القاها واول كربون باتصال معها زين، فهذا احطه اسمي 6 لينوليك اسيد او يعني اوميجا 6. زين، احنا قلنا انه اكو زيوت تكون بولي انساتشوريتد، مثل ما اعطينا مثلا بعض الامثله الاوليف اويل مثلا مونو انساتشوريتد، لكن هل هذا معناها انه هذه بيورلي مونو انساتشوريتد؟ هل اكو دهون بيورلي
ساتشوريتد، بيولي بولي ان ساتشوريتد. اذا نجي هسه نشوف هذه مجموعات من يعني هنا مثلا الانيمال فات اللي هو البتر، زين البيف تالو، بالم اويل، اللاود اللي هو من الخنزير ومن شحوم الخنزير. زين نشوف حسب الالوان، هذا اللون الاحمر يمثل لنا الساتشوريتد، هذا اللون بولي ان ساتشوريتد، اللي شويه يعني هذا المونو ان ساتشوريتد، هذا الخفيف، والدور الاقوى بولي ان ساتشوريتد، اللي هو اوميجا 6 والاوميجا 3. زين فهنا مثلا نشوف هنا يمثل لنا الساتشوريتد الكوكونات، هنا ضمن هو طبعا بلانت لكن خلوها ويا الانيمال باعتبار هنا المينلي ساتشوريتد. زين نشوف هنا انه نسبة عالية جدا من الساتشوريتد، اقل من عدها من المونو، اقل من البولي اللي هو اوميجا 6، وهكذا. نشوف بالحيوانية غالبيتها النسبة الأكبر تكون من الساتشوريتد بارت. زين لكن هذا ما نشوف انه اكو مونو ان ساتشوريتد موجود، زين وبولي ان ساتشوريتد بنوعيه الاوميجا 6 واوميجا 3. هنا صنف فيجيتابل اويلز اللي هي predominantly مونو ان ساتشوريتد. زين فاذا الاوليف اويل احنا نقول هذا يحوي على المونو ان ساتشوريتد لكن ما يحوي بيورلي، لكن البريدومينانت بارت هو المونو ان ساتشوريتد. الكانولا، زين البينات، البولي ان ساتشوريتد يعني قلنا انه الكورن احنا موجود عندنا، عباد الشمس، عباد الشمس الصن فلاور، والكورن الذرة، زون السويبين، وهكذا. ايضا هنا يعني راح يكون التركيز بيها على البولي ان ساتشوريتد. تكلمنا شلون نحسب اللوكيشن اوف ذا دبل بوند. زين نبدي نحسب من الميثايل جروب. زين فهنا هذه الميثايل جروب وهذه الاسيد جروب، فهنا أنا اذا اجي احسب 1 كربون نشوف هاي الزاوية معناها كربون، 2 كربون، 3، فهنا بداية الدبل بوند. اذا هذا للينولينيك اسيد اللي هو الاوميجا 3. هنا اللينوليك اسيد أخذنا 1 2 3 4 5 6 بداية الدبل بوند، إذا هذا لينوليك 6 أو أوميجا لينوليك أسيد أو أوميجا 6 هذه. فإذا 3 تعتبر أنه بداية الدبل بوند. زين هسه قلنا انه الفات اذا نجي على النيتشر مالته هل هو سوليد او هل هو ليكويد، شلون يصير عندنا سوليد؟ السوليد قلنا الساتشوريتد قلنا سوليد، وال نون ساتشوريتد اللي هو اما مونو ان ساتشوريتد زين او بولي ان ساتشوريتد. هذا اللي ينقص من عندها هيدروجين فراح تصير الآثار التساهمية. شافوا انه يعني هذا البولي ان ساتشوريتد يعني هو هذا بولي ان ساتشوريتد، مونو ان ساتشوريتد هن مور هيلثي. زين وبيها تأكيدات انه الساتشوريتد يعتبر فد ريسك فاكتور لحدوث الاثيروسكلوزيز وحدوث الهارت ديزيزز. زين ف وايضا فصار التاكيد على البولي ان ساتشوريتد على البلانت ليبيدز. هذه البلانت ليبيدز يعني قلنا انه تكون ليكويد النيتشر. زين لكن حقيقة شافوها انه اقل استيابوليتي بالتخزين. زين
ومعرضة إلى الفساد وإلى تغير الطعام والرائحة. زين، ف لجأوا إلى طريقة اللي هي طريقة الهايدروجينيشن. زين، الهايدروجينيشن يعني بعملية معينة ممكن بالتسخين إلى درجات عالية. زين، راح يرجع أنه الساتوريشن اوف ذا unsaturated bonds. زين، يرجع أنه يسوي له ساتوريشن، فكل ما يقللون الساتوريشن أو كل ما يزيدون الساتوريشن بحيث أنه يقللون عدد ال double bonds. زين، كل ما راح يكون solid oil راح يتقيس أو solid fat. زين، وراح يكون more stable. فإذا الهايدروجينيشن يحوله إلى more solid or firm. affect stability راح يكون more stable and protect against oxidation. زين، ويحصلون more shelf stable بالتخزين، يكون يخزن إلى مدد أطول إذا أجوا له هاي عملية الهايدروجينيشن. widely used by food industry in margarine. زين، فقاموا باستخدام هذه الطريقة ينتجون الزبد الصناعي، shortening peanuts, butter, baked goods, snake food. زين، هذه كلها قاموا يستخدمون بيها الهيدروجينيتد اويل. فهذا بولي انساتشوريتد فاتي اسيد بالهيدروجينيشن حولوه الى انساتشوريتد. هنا هذا راح يكون ليكويد ان نيتشر، هذه المركب هنا راح يكون سوليد ان نيتشر. لكن بعدين شنو لاحظوا؟ لاحظوا انه الانساتشوريتد فات الطبيعي راح يكون بشكل السيس ستراكشر. زين، فالهيدروجين راح يكون اون وان سايد، لكن هذا اللي ينتج بواسطة الهيدروجينيشن الصناعية. زين، راح يكون من الترانس، يعني وحتى أصبح إلى فد اسم الترانس فات. زين، شافوا أنه هذا أو يحول، يعني هذه يعني بهذا الشكل هذا الترانس فات. طبعا يعني هم هسه غالبية زيوت المعاملة يسوولها يسموه partial hydrogenation مو complete. الكمبليت يعني حقيقة إلى تأثيرات جدا سيئة، زين، على الصحة. فهسه الموجود يعني أكو بتركيبات معينة البارشال hydrogenation، فموجودة الدبل بوند لكن ايضا يحولها الى هذا الشكل اللي هو بالترانس ستراكشر. زين، هاي بعد خلصنا، يعني لهنا خلصنا ال ترايجليسرايد. نجي للفوسفوليبيد، سيميلر تو ترايجليسرايد ان ستراكشر اكسبت، يعني هناك مو قلنا 1 جلوسرول و 3 فاتي اسيد، هنا لا 1 جليسرول زائدا 2 فاتي اسيد زائدا كولين جروب. زين، هذه الكولين تحتوي على الفوسفورس من ضمنها فسمي فوسفوليبيد. زين، من ضمن المركبات اللي موجود بيها الليسيثين، الايج يولك، الصوي بينز، الويت جيرم، البينوتس. زين، هذا الليسيثين
نشوفه كمثال للفوسفوليبيد، فتو يعني مع الجليسيرول تو فاتي اسيد وكولين جروب اللي محتوي على الفوسفاس. الفائدة مال الفوسفوليبيد part of cell membrane and act as a emulsifier. زين helps keep fat in solution و not a dietary essential made by the liver. زين فما نعتبر فوسفوليبيد، ليش ما نعتبر essential fatty acid او essential؟ ليش؟ لانه الجسم يصنعه من خلال الليفر. فهذا الفوسفوليبيد يعني كستركتشر انه بالسيل ممبرين طبعا هذا. زين فهو يعني يعتبر ايمولسيفاير بهذا يعني تركيبته بالسيل ممبرين. الاستيرول consist of carbon rings، شكله هنا مو كسلاسل، ككاربون رينجز. important part when sex hormone sex hormones اللي هو تستوستيرون والاستروجين ايضا. زين فيتامين دي البايل aids fat digestion. adrenal hormones cortisol cholesterol in food and made by the liver. dietary source include of cholesterol the egg yolk موجود بالegg yolk الليفر الميتس الديري برودكتس. The digestion of the fat or triglyceride usually start in the mouth. The triglyceride يتحول إلى monoglyceride بعدين أو نحاول أنه نكسر التريجلسرايد إلى مونوجلسرايد. زين والفاتي أسيد مالته والجلسرول. ف يعني هذه البونز اللي تكون بين الفاتي أسيد زين و الجلسرول جروب، راح تكسر ال هذن التو فاتي اسيدز وينتج مونوغليسرايد باعتبار انه جليسرول زائدا ون فاتي اسيد. فمثل ما قلنا انه يبدي بالماوث بواسطة ال lingual lipase أو sublingual lipase، بعدين بالستومك من خلال عملية الخلط. زين وإضافة للgastric lipase فازة، ويكمل بالsmall intestine بواسطة البنكرياتيك lipases intestinal lipases وأيضا السي سي كي. زين وبوجود البايل اللي يسوي emulsification. زين يفرق يعني الجزيئات مالت الليبيد. هنا نشوف البايل شلون يشتغل على يعني الفات دوبلت. زين يخليها يعني انه ممكن ان تختلط، يعني بدون البايل راح يكون الفات طبقة فوق طافية. زين والووتر بالاسفل. زين فالبايل
راح يسوي الامولسيفيكيشن، يخلي جزيئات الفات زين ممكن انه تتفرق وتدخل ضمن الووتر زين، وبحيث يكون الوصول إلها من خلال اللايبيز سواء البنكرياتيك او الانتستاينال لايبيز. هذه الصورة توضح هذه العمليات بمجموعها من الماوث اللينجوال لايبيز بالستوماك الجاستريك، وهنا الامولسيفيكيشن إضافة إلى البنكرياتيك والانتستاينال لايبيز. بعد ما صار الدستركشن للليبيد نجي للترانسبورت. اللايبوبروتين راح يعمل كناقل that are used to transport vehicle for fat. هذه ايش تشمل؟ ان اللايبوبروتين تشمل ان الكايلومايكونز، هذا اللي ينقل من السمول انتستين للبلد زين، والنواقل اللي داخل البلد. عندنا very low density lipoprotein, low density lipoprotein و high density lipoprotein. إذا نجي نشوف هذه structure، منين متكونات هذا الكايلومايكون very low density lipoprotein؟ الدنسيتي راح يعتمد على يعني نسبة البروتين زين. فالكايلومايكون البروتين نشوف اللون الأحمر زين، اللون الأخضر كوليسترول زين، احنا هو هذا بشكل عام الأكثر نقلا للكوليسترول، باعتبار يعني أو احنا يعني الاهتمام راح يكون بالكوليسترول زين. فالمهم الدنسيتي يعتمد على البروتين. الكايلوموك مايكون نسميه الأقل دنسيتي، متكون أكثر شيء من الترايجليسرايد هذا باللون البرتقالي زين، وبنسب أقل من الفوسفوليبيد والكوليسترول والبروتين. الفيري لو دنسيتي أيضا بعد لو بالنسبة للليبيد للبروتين. اللو دنسيتي البروتين شوية بعد أكثر، والهاي دنسيتي إنه البروتين تقريبا يمثل لي نصف الكمية مالت هذا الناقل زين. فلذلك هو احنا قلنا الدنسيتي تعتمد على البروتين، لذلك نسميه الهاي دنسيتي زين. هذا الهاي دنسيتي يحمل فد كمية من الكوليسترول، وهذا نسميه الجود ليبيد الهاي دنسيتي لايبوبروتين زين، او الجود كوليسترول. هنا اللو دنسيتي هذا اللي هو اكثر مسؤول او الاكثر موجود بالدم، ومسؤول عن نقل الباد كوليسترول وعن الاثيروسكلوسيس والهارت ديزيزز. فكل ما يزيد اللو دنسيتي لايبوبروتين ويقل الهاي دنسيتي لايبوبروتين، يعني هذا مور ريسك اوف هارت ديزيزز. احنا نحاول انه نقلل اللو دنسيتي لايبوبروتين، والهاي دنسيتي لايبوبروتين تكون بالنسب الاعلى. فانكشنز اوف فاتس in the body, fats provide energy، ومثل ما أخذنا سابقا أنه كل 1 gram of fat will yield 9 كيلو كالوري زين. وهذا نستخدمه بالبوديز energy. طبعا البرايمري سورس اوف انرجي هو الكربوهيدرات، لكن يعني عادة الاستمرارية راح تكون الاستمرار يعني على الفات. الزايد راح stored as adipose tissue. وأيضا other function on the body هو بالانسوليشن
زين الانسوليشن هي للدرج يعني تحمي الجسم من فقدان الحرارة، يعتبر كعازل. والبروتكشن للانر اورجنز زين، خصوصا الليابل اورجنز مثل الاي، يعني معروف انه داير ما دايرها اكو فد طبقة من الفات زين تحميها من الصدمات. السيل ممبرين كونستيتوينتس مثل ما شفنا انه الفوسفوليبيد يعتبر ايضا ضمن الليبيدز. الفائت التلفات بالفود زين قلنا هو فد مين كونستيتوينت اوف فود، ويعطي فد كمية من الانرجي. contribute to flavor, aroma and tenderness, provide satiety زين. حتى اكو بعض ال يعني الدايت ستراكشر يعني يعتمدون بيه، او يعني وصفات الدايت يعتمدون بيها اكو على الاكثار من الليبيد، باعتبار انه يزيد الشبع، و يعني بوقت مبكر زين، وما يحتاج غذاء الى وقت اطول. فهذه ضمن دراسات كاري فات سوليوبل فيتامينز زين. اذا اكو ديفيشنسي بالفات او ما ياخذ الشخص فات بالنسب اللي محتاجيها، احنا راح نشوف ان او اخذنا البيراميد الفود بيراميد، دائما اكو فد نسبة من الفات زين لا تقل عن 30% من نسبة الغذاء مالتنا، ايضا لازم يكون من ضمن الفات زين. فلكن ضمن نسب مطلوبة. فهاي واحدة من فوائدها انه احنا اذا ما موجود الفات، هذه الفات سوليوبل فيتامينز ما ممكن نقلها والاستفادة من عندها. provide a source of essential fatty acids زين. وايضا قلنا احنا الاسينشال فاتي اسيد ليش سميناها اسينشال؟ لانه الجسم ما ممكن يصنعها، فنحتاج ان ناخذها من من خارج الجسم. المين اسينشال فاتي اسيد عندنا تو تايبس، اللي هي اللينوليك او الاوميجا 6 فاتي اسيد، واللينولينك الاوميجا 3 فاتي اسيد. هذه التو تايبس mainly found in plant oils, in nuts, seeds, whole grains and in fish. يعني غالبيتها بالبلانت، لكن بالحيوانات بالفيش ممكن موجود بنسبة قليلة، يعني موجودة معتد بها. play a role in normal growth and development and may prevent heart disease, hypertension, arthritis and cancer. وهذه الأمور كلها ممكن أنه تزيد بنقص الـ essential fatty acid. هذا جدول يمثل أنه طبعا يعني احنا مو الغرض أنه يحفظ أو، لكن لينوليك أسيد يعني على الأقل أنه تاخذ لك فد مثال او مثاليا لكل نوع وين موجود. موجود مثلا بالكورن، بالصن فلاور، سافلاور، سويبين، وهكذا. الاراكيدونيك اسيد هذا كان بي ميد فروم لينوليك اسيد زين. الاوميجا 3 اللينولينيك اسيد، هذا لينوليك، هذا لينولينيك الاوميجا 3 زين، ايضا موجود بالفلاكس سيد، كانولا، وولنات، ويت، جيم، وسوي بين. وايضا موجود بالمكسرات زين، وهذه امثله، وبالخضروات بالسوي بينز.
الـ EPA and الـ DHA اللي هي high forms of omega 3 موجودة بالهيومن ميلك وبالباسيفيك اويسترز اند فيش. زين، وهذه انواع الفيش، المكاريل، السلمون، وهكذا. الهيلث افكت اوف فات، اكسس فات اكثر من المطلوب راح يؤدي الى الاوبيزيتي، ممكن دايبيتس، كانسر، وهارت ديزيز. هاو انه الهاي فات دايت ليد تو هاي كيلو كالوري فيؤدي الى الاوبيزيتي، هاي ستراكشر فات انتيك ريزز بلد كوليسترول، وايضا يؤدي الى الهارت ديزيزز، وقد يؤدي ايضا الى الدايبيتس، والهاي فات انتيك ما يبروموت كانسر. يعني هاي ضمن اكو بحوث. زين، الهيلث افكت اوف ليبيد، اخذنا الترانس فات، قلنا هذا ضمن الهايدروجينيتد بولي انساتشوريتد، نحوله الى مور سوليد ومور ستيبل، لكنه يعني شافوا انه ايضا يؤدي الى هارت ديزيزز وكنسر وكذا. زين، ممكن بنسب معتد بها، يعني بالخمسينات بالستينات، يعني بدا العالم يدرك انه الساتشوريتد فاتي اسيد او الدهون اللي جاية من الحيوانات هي تعتبر فد ريسك فاكتور للهارت ديزيزز، فحولوا على البلانت يعني سورس اوف ليبيد. ف قلنا من ضمن المشاكل انه هذه تخزينها قليل، فحاولوا يسووا لها الهايدروجينيشن. زين، اعتبروا انه هذه تقلل يعني تقلل الهارت ديزيزز، لكن شافوا انه الترانس فات لا، هي سورس للهارت ديزيزز ولل زين. الكوليسترول ايضا هو معروف بعد الهارت ديزيز وال اثيروسكلوزز. زين، فاذا كون انه الترانس فات في نسب قليله، الكوليسترول نسب قليلة، ساتشوريتد فات، ذني نحاول انه تكون نسبهم قليلة. هنا اشوف انه الساتشوريتد فات حسب اليو اس دايت. زين، هنا نشوف انه لحم الخنزير والميت والفيش انه يمثل نسب اكبر. زين، الساتشوريتد الميلك اليوغرت، شافوا انه الجرين والفيجيتابل يعني ما موجود هنا او في النسب جدا قليله، بحيث ما طالعه بهذا الباي تشارت. زين، لكن شافوا انه بعض الاحيان انه فيجيتابل يضيفوا لها دهون، فهذه الادد فاتس ايضا تمثل في النسبه كبيره، تضاف الى الاطباق. زين، ف يعني ممكن انه يضيفون ساتشوريتد فات لهذه على مود النكهات. و دايتري كوليسترول، الكوليسترول النقطة المهمة بيه انه دائما of animal origin. يعني الكوليسترول اذا نقول لكم في MCQ او كذا انه from plant origin، اكو يعني فد نسبة معينة، يعني هذه العبارة خاطئة. فهذه يعني الأطباق اللي تحتوي على الكوليسترول. زين، نشوف انه كلها من الانيمال اوريجين. الهيلث افكتس اوف ليبيد، شفنا المخاطر مالته، قلنا او نجي نشوف الهيلث افكت، بنفيت فروم مونو ساتشوريتد فات اند بولي ان ساتشوريتد فات. يعني احنا شنو اللي نحاول نتجنبها؟ زين، هذه اللي نحاول نتجنبها بالفات او نقلل من عندها. زين، لكن ما ممكن انه تقللها بنسبة كبيرة، اللي تكون اكثر
يعني نسبة المونو ساتشوريتد ان ساتشوريتد فات والبولي ان ساتشوريتد فات تكون نسب اكبر. زين، لازم تحتوي على الاوميجا 6 والاوميجا 3 باعتبار هذه قلنا انها important function of our health. زين، وما ممكن الجسم يصنعها، لذلك هي essential. And these lead to my reduced blood cholesterol. زين، يعني الأوميجا 3 ممكن حتى يعني prescribed from doctors to reduce the cholesterol وهيلب بريفنت كانسر. دايتري ريكومنديشن، قلنا الفات لازم موجود ان اور دايت. زين، لكن 30% فاقل نحاول نقلله. زين، فهذا اذا حسبنا انه للشخص ممكن انه فات شخص حسب وزنه وطوله وكذا انه حاجته اوف كالوري هو 2000 كيلو كالوري، فاذا نضربها في البوينت 3 زين او بوينت 30 راح تمثل لنا 600 كيلو كالوري. زين، نقسمها على 9 حتى نشوف كم جرام احنا نحتاج، لانه كل 9 كيلو كالوري جاية من 1 جرام اوف ليبيد. زين، فالحاجة اليومية لهذا الشخص ابو ال 2000 كيلو كالوري 65 جرام اوف فات. زين، هذه طبعا تشمل ان الساتشوريتد الان ساتشوريتد الكوليسترول نحافظ انه نحاول انه ما يزيد عن 300 ملي جرام من هذه ال 65 جرام. زين، الساتشوريتد والبولي ان ساتشوريتد كل واحد منهن يكون اقل من 10% اوف ذا كيلو كالوري، يعني لحد 10% اعتبر ضمن ال يعني مقبول. باختيارنا للاطعمة طبعا هذا يعني احنا هذا فتشي يمكن من لحم الخنزير او كذا، احنا نشوف انه صارت هسه ينظرون لل يعني يكون يشوفون الانجريدينس. زين، فهذه الانجريدينس تشمل انه يعني وجود ايش قد الكالوريز، ايش قد التوتال فات، الساتشوريتد ايش قد، زين كوليسترول ايش قد. زين، فهذه الامور لازم احنا ننظر لها من خصوصا يعني بالمعلبات. فهنا نشوف انه مثلا هذا الطبق اللي هو يعطينا 340 كيلو كالوري ويعطينا بي يحوي على 19 جرام اوف فات. زين، من عندها 7 جرام ساتشوريتد فات، ممكن انه نفس الطبق يعطينا بمكان ال 340 يعطينا 230 كيلو كالوري، 9 جرام الفات كلها وثلاثة من عندها ساتشوريتد. هذه مثلا الساندويتش بوتيتو وذ 1 تيبل او 1 سبون تيبل سبون اوف باتر اند 1 تيبل سبون سور كريم، هذه ايضا تعطينا 350 كيلو كالوري. زين، ممكن انه نصنعها بالشكل انه تعطينا بمكانها 200 كيلو كالوري، نشوف انه قللنا هواي من الكالوري مالته، قللنا من الفات. الفات هنا 14 جرام ب 10 جرام من عندها ساتشوريتد، يعني هذا معتمد على الانيمال اكثر شيء. هنا less than 1 gram of fat, zero of saturated. زين، الميلك ايضا اكو كامل الدسم، احنا لا نحاول انه السكيمد ميلك. زين، اللي هو خالي الدسم. فشلون نجري هذه؟ بواسطة انه اكو دايتري ريكومنديشن،
فيوز all fats in moderation، يعني بنسب يعني نحاول نقللها. ف 1 teaspoon full fat 5 جرام تمثل لنا 45 كيلو كالوري. ال beware of hidden fats، يعني انه نحاول انه احنا ناخذ يعني فد قطعة من الميت، لكنه لازم ننتبه انه اكو hidden fat بيها هذه. الادد فات ايضا ننتبه له. تشوز لين ميتس اللي هي ما تحتوي على الدهون، سكينلس بولتري، زين الدواجن، ونحاول انه نشيل السكين مالتها. نون فات ديري برودكت مو كامل الدسم الديري برودكتس. نقلل اللحوم إلى أقل من 200 جرام بير داي. تشوز فيش 2 تو 3 تايمز بير ويك، باعتبار أنه تحتوي على أوميجا 3، تحتوي على أيضا أنساتشوريتد فاتي أسيد. تشوز مونو أنساتشوريتد فات بالطبخ من الكانولا، من الأوليف، بينات، سيسم أويلز، يعني مال السمسم. limit egg yolks to 3 to 4 per week. هذه يعني يشجع عليها المونو انساتشوريتد. المكسرات يعني بيها essential fatty acid بيها، وايضا تعتبر source للاويل، الزيتون. heart healthy choices. نشوف انه التركيز على المونو انساتشوريتد اوميجا 6، وهذه بعض الاغذية اللي تحتويها الاوميجا 3. الهامفول اللي نحاول نقللها يعني الاكلات السريعة، يعني الشوكولاتة بانواعها، البسكويت، هذه غالبا تحوي بصناعتها اما على الساتشوريتد فات، على الترانس فات، فهذه تعتبر هامفول فاتي اسيد. هذا البتر اللي هو فروم انيمال سورس، ونشوف محتوياته للمقارنة. المارجرين اللي هو فروم يعني هذا الهايدروجينيشن اوف ذا بلانت اويل، زين قلنا انه يحاولون انه يقلدون الانيمال بتر، ليش؟ على مو يعني باعتقادهم انه يقلل الهيلث افكت، لكن كون الترانس فات تكون اقل. هنا نشوف مثلا الكالوريز 100 كيلو كالوري، هنا 90 كيلو كالوري توتال، فات 10 بـ11، زين. وهذا كل نوعية انه اقل من الاخر، فاحنا نحاول ناخذ الاقل. واخيرا انه اكو لي يعني اكو محاولات لتقليد الفات او استبداله، فاكو بدائل للفات، فات سبستيتيوت. اكو نوعيه كربوهيدرات بيزد، من ضمنها فد شي يسموه اوتريم اند زيتريم، ميد فروم بلانت فايبرز، يعني ممكن تستعمل بالقلي، تستعمل بكذا. بروتين بيزد ايضا، مثلا سمبلسي ميد from egg white or milk protein، أو fat based ومحور عليه اللي هو الأوليسترا made from sucrose and fatty acid passes through body undigested. لكن do they work؟
potential health benefits, promote weight loss and lower lipid. يعني من هاي الناحية أنه مفيد، قللت نستفاد منها بتقليل الوزن زين وتقليل الليبيد بالبلد أو ال but like sugar substitute many people just eat more instead of replacing fat. لكن يعني بعض الأحيان أنه هذا من يعتبرون يعتبروا شيء آمن زين، يبدون أنه يقللون حذرهم من زيادة الأكل. هو إحنا لازم يعني نفس الكمية بمكان ما ناخذ الدهن من هذا الشكل للبديل، يعني يشيل حذره يقوم ياكل اكثر من المطلوب زين. اضافة الى قد تكون انه هناك سايد افكتس، مثل ما انه شافوا بالاولستر انه اكو بعض السايد افكت، ولازم انه ايضا استعماله بحذر زين وبكمية يعني مو كبيرة. و thank you to your attention.